السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الخوت، دابا غادي نمشيو نتمشاو شويه، غندير واحد الدوره لتحت. الناس كيحيدو الزيتون دابا، اليوم كانت الشتا مع الصباح وخرجت الشمس ولا الزيتون. شوف الشجره خاويه الخوت، كما تلاحظوا معنا. المهم حنا غادي نهبطوا من هنا. يلا نقرب لكم الكاميرا. المهم الخوت، دابا غادي نمشيو من هاد الطريق، ندورو من هنا. الناس كيحيدوا الزيتون اللي ها الفوق. المهم غادي ندوزو من هنا. بسم الله على بركة الله. انا كاين طريق صغير وصافي من هاد الجهه وقيله. هنا الخوت يكونوا بزاف الجرة. هذه الخوت اللي كتشوفوا معايا ديال البلوط، كيطيحوا في الارض. شوف شوف كيفاش داير، داير بحال التمر. شوف كيفاش كاين بزاف هنايا، هذا تيعجب له الحلوف اللي تياكلو. الجرة ديال الكرموس، الصورة ديال الزيتون. شوف على الزيتون الخوت، تبارك الله. المهم الخوت، دابا نكملو على الطريق. الناس كيحيدوا الزيتون الخوت هنا الفوق، راه بداو كيخدموا الزيتون. حنا مازال ما حيدنا الزيتون ديالنا. شوف على الطبيعة، الجو بارد اليوم. كاين بزاف الأشجار هنايا ديال الزيتون كما تلاحظوا معنا. هاد العام كاين الزيتون تبارك الله، الحمد لله. دابا غادي نمشيو من هنا. المهم الخوت، الفيديو كان تهنا، نتفرج على لايك.
الاشتراك.